قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية تضمنت أحكام كثيرة، لكن في مسألة واحدة مهمة يعني تخص كلامنا الآن، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى جعل لمن كان يرجو لقاء الله، الزول اللي بيرجو لقاء الله يعني الزول اللي بيرجو الجنة، الزول الداير يوم القيامة يخش الجنة. طيب قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، يلا ده شرط، يرجو لقاء ربي فليعمل. أها يعمل أي عمل؟ الإجابة لا، ما أي عمل. زي ما الناس عندنا مثل بيقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما، بس الجنة دي لا، ما أي طريق بيؤدي الجنة، كل طريق بيؤدي الجنة لا. قال فليعمل عملا صالحا، لأنه في عمل صالح وفي عمل ما صالح. أها الشرط الثاني قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يلا معنى أنا مطلوب مني حاجتين، الأولى أعمل عمل صالح، والثانية العبادة دي أعملها لله برو، ما أشرك مع الله أحد. ده المطلوب مني يا أخوانا ببساطة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة، والقصة دي ما حصلت زمان، حتحصل يعني حنشوفها بعدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله صدق وحق. قال أنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني بمشي قدامكم. الحوض ربنا ما قال في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر ده نهر في الجنة، كويس؟ نهر الكوثر ده يصب منه ميزاب، الميزاب ده زي السبلوجة عندنا، بسمها السبلوجة احنا، بيصب. فنهر الكوثر ده يصب منه ميزاب في الحوض، في حوض حق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين يوم القيامة. قال أنا فرطكم على الحوض، بيمشي قدام الأمة كلها والأمة بتجي وراه. قال وليزادن أقوام، دي المشكلة هنا، في ناس بيجوا للحوض عشان يشربوا برجعوهم. أها قال وليزادن أقوام فأقول أمتي أمتي، قال وأعرفهم بآثار الوضوء، وضوء ظاهر فيهم، مش آثار الوضوء يعني الحتة اللي هنا دي، لا لا، عموما آثار الوضوء تظهر على الزول يوم القيامة، يعرفون متوضئين أمتي أمتي يناديهم، الملائكة معاه الشيطان بترجعهم، النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم الملائكة تدوقهم ترجعهم. قال وليزادن، تزودهم في رواية قال كما يزاد البعير الضال، البعير لما يهيج وينفر إلا يدق دق وصعب تثبته ذاته، ترجعهم الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، الملائكة تقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. بدلوا يعني العبادة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغلوا بها، بدلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. تقول له إنهم بدلوا وغيروا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في اليوم ده وقدام الحوض يدعو عليهم، يقول سحقا لمن بدل، سحقا لمن غير. سحقا يعني شنو؟ يعني بعدا، يعني الله يبعدهم. الدعاء ده دعاء صعب جدا. طيب يا اخواننا نحن عشان ما نقع في المشكله دي نعمل شنو؟ لانه ما من مسلم يا اخواننا
ويحب لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما كده؟ يعني أنت داير يوم القيامة ما تقابله؟ ما ممكن. أيوة. طيب أنا أسوي شنو عشان أنا بعدين أكون معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله، قال إني أحب الصالحين ولست منهم، أنا بحب الناس الكويسين لكن أنا ما منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له والمرء مع من أحب، أنت اللي بتحبه بتكون معه، لكن المحبة دي هل هي دعوة سايب اللسان ولا لابد تكون حقيقية؟ طيب ما في ناس قالوا نحن بنحب الله زمان، قالوا إنا نحب الله، فربنا نزل آية العلماء سموها مقياس، كأنها مقياس كده. أي ما أنت هسا لو جيتني قلت لي أنا بحبك كويس، لكن أنا أعرفك أنت صادق ولا كلام ساي، احتمال يكون كلام بس أعرفك صادق كيف. فنزلت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ده هنا المقياس، إذا بتحب الله قال فاتبعوني يحببكم الله. إذن المقياس نحن نكون وراء النبي عليه الصلاة والسلام، نكون وراءه طوالي في أي حاجة وراءه، لكن مما بقينا نحن نسوي حاجات ده مزاجنا، لأنه في ناس تعرف الواحد بيشوف أي شيء بيقول لك يا أخي ده ما بقرب من الله، أنا ما نيتي صادقة، أنا نيتي كويسة. شوف نيتك كويسة ما كفاية، نيتك كويسة ده الشرط الأول اللي ذكرناه قبل في الآية الأولى، تتذكروا في الآية الأولى قلنا شنو؟ ولا يشرك بعبادة ربي أحد، يعني النية تكون شنو؟ أيوة لا الله ما يكون في شرك، ده شرط. لكن الشرط الثاني قال عملا صالحا، ذكروا في السنة قصة رجل النبي عليه الصلاة والسلام يوم شاف برا في خارج المسجد في الشمس في ذل واقف في الشمس برا، أها، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل قال لهم من هذا أو ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، صحابي اسمه أبو إسرائيل. قال ما شأنه؟ ما له واقف في الشمس. قالوا نذر يا رسول الله، النذر الواحد ده نذر بأربع حاجات، الأولى ألا يستظل ما يخش الظلم بس يقعد في الشمس، الثانية أن يصوم يعني مع وقفته في الشمس صايمه، أها، الثالثة ألا يجلس ما يقعد في الأرض كويس، والرابعة ألا يتكلم. أربعة قالوا بس نذر لله يعمل كده واقف كده قعاد ما في، ها، ضل ما في، كلام ما في، وبعد صايم. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا، ودي حتة مهمة أنا جبت لك عشان تعرف إنه ما كل حاجة عبادة، يعني ما كل شيء أنت عذبت ورقبتك دي الله بيديك في وجور، ممكن ما يديك في وجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه، أمروه يعمل شنو؟ في ثلاثة حاجات لغالي ملغية كلها دي، لأنها ما عبادة ما بتقربك لله كويس؟ قال مروه أن يستظل، خش الظل، كونك تجيب في الشمس دي ما في أجر، قل له دي نمرة واحد. وأن يتكلم، كونك تسكت ما في أجر، إلا يعني أنت تسكت من الكلام الغلط ما عليك دي في أجر، لكن تسكت كله لا صح لا غلط دي ما في أجر. مروه أن يستظل قال، وأن يتكلم قال، وأن يجلس، الثلاثة دي اللغاية اللي هو فضلت واحدة قال، وأن يتم صومه، لأن الصوم شنو؟ عبادة، دي عبادة فاجر دي يعملها، أما البقية جابها من راسه ديك ما يعملها. أيوة نحن من هنا يا أخواننا نكون وصلنا لقاعدة مهمة جدا اللي هي نحن لو دارين عبادة لابد تكون مختومة. أصلا إحنا ناس الضرائب كلموا فيك عارض لك لحم، يقول لك اللحم ده مختوم ما مختوم،
ويقول لك ده طوائف شيلوه ودوه البلديه، ويقول لك ده ما نافع ما مختوم. بتبيع في الدكان، في دكانك بتبيع لك في بضاعه، البضاعه دي منتهيه، الختم بتاعها منتهي، بيصادروها منك وممكن يسجنوك. اي عباده نحن نعملها تكون مختومه، يعني حقه النبي سواء النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر بها، اما غير كده تعب بس. ربنا قال: هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ ما له خاشعه عامله ناصبه، يعني بتعمل وتعبانه لكن النتيجه شنو؟ تصلى نارا حاميه. ليه؟ لانه العباده دي ما نافعه. عمر الخطاب رضي الله عنه روي عنه انه شاف له راهب بيتعبد شغال عباده كويس، فعمر الخطاب قاعد يبكي ذكر هذه الايه انه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه لكن النتيجه تدخل جهنم تصلى نارا حاميه. ابن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل كان امير الكوفه، كان الحاكم بتاع الكوفه. ودي دار انا اوصلك لمفهوم ثاني، انه في حاجات هي في اصلها عباده لكن الناس زادوا عليها، اما زادوا عليها عدد. يعني مثلا سبحان الله مش عباده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. دي عباده. اها، لكن انا لو جيت قمت حددت عدد معين، قلت شوف سبحان الله دي تقولها 16 مره في الصباح و17 في الظهر و20 المغرب. انا حطيت عدد، شوف العدد ده انا اما اكون جبته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اخليه، لكن انا ما عندي الحق، انا كمسلم انا ما رسول وانتوا ما رسل، انا وانتوا ما عندنا الحق، ولا اي شيخ ولا عالم ولا كده ما عنده الحق يحدد حاجه. الشيء حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خليه زي ما كان، نخليه فاتح، نخليه مفتوح بس، مش سبحان الله وبحمده اي مفتوحه كده بس، ما نحدد لها شنو زمن معين ولا نحدد لها عدد معين، نحن ما عندنا الحق نحدد. طيب ابن مسعود كان الحاكم، ابو موسى الاشعري جاء داخل المسجد قال وجد الناس حلق قاعدين، حلق كده دوائر يعني، قال وعلى راس كل حلقه رجل قاعد وشارين حصى في يدينه، وقوم يقول لهم يدعي لهم حصحصة كده: سبحوا 100، احمدوا 100، هللوا 100 كده بعدد. ايوه هو التسبيح في مشكله يا اخوانا؟ كون اقول سبحان الله في مشكله؟ ما في مشكله. اقول الحمد لله في مشكله؟ دي عبادات ما فيها مشكله. لكن لاحظ الزول ده اضاف لهم حاجه، كونهم يقعدوا في حلقه وكونهم يديهم رقم معين شغالين به، والرقم ده ما ياهو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لو ياهو ما في مشكله. طيب ابو موسى الاشعري لما شاف المنظر ده طوالي طلع بالراحه، مشى لابن مسعود ده الحاكم والعالم اعلم من ابي موسى الاشعري، طوالي مشى لهناك لقاو لسه ما طلع من بيته، لقى في ناس منتظرينه. شوف زمان الناس ذاته بيحترموا العلماء كيف كويس، منتظرينه جنب الباب برا. قال لهم: هل خرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا: لا، بقى منتظر معاهم، لانه العلم، العلم يا اخواننا قيم، زمان الناس بتقيم العلم، لكن هسه العالم كان جاك كثير من الناس ولا بيشتغلوا، كان جا ومش تمشي له انت، كان جاك في ناس ما بيشتغلوا بذاته لانهم قيمين العلم. طيب لما طلع قام حكى له، قال له: والله انا شفته في المسجد كده وكده وكده. قال له ابن مسعود علق تعليق جميل، قال له: اما امرتهم ان يعدوا سيئاتهم؟ قال لك انت تقول لهم عدوا سيئاتكم فاني ضامن الا يضيع من حسناتهم شيء، حسناتهم لما بتضيع، عدوا سيئاتكم. ومشى عليهم. اول ما دخل المسجد قالوا لقى الحصحاص بتاعهم قدامه، شلتوا لهم اول حاجه، شلت الحصحاص بتاعهم. دي في روايه صحيحه، ما دول حكومه، دول عالم وحاكم،
عشان لا تنام الحصحاص بعيد. قال لهم ما اسرع هلكتكم. انتوا دار تضيعوا الدين بسرعه. قال لهم هذه ثياب رسول الله لم تبلى صلى الله عليه وسلم. لسه قال لهم هدومه قاعد النبي صلى الله عليه وسلم، هدومه لسه ما بليت. قال لهم وهذه آنيته مواعينه اللي بياكل فيها لم تكسر. لسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى، قريب ده قريب ده، هدومه قاعده وعدته قاعده. انت دار تغيروا الدين؟ دار تغيروه بالسرعه دي؟ قال لهم قال لهم واحد من خيارين، اما انكم مفتتحوا باب ضلاله، واما انكم اهدى من رسول الله. اختاروا واحد. قال لهم، وده خيار صعب جدا، يا قال لهم انتوا اعلم اهدى من الرسول، لانه شو سويتوا ده النبي ما سواه. اما انكم اهدى من رسول الله، او انكم مفتتحوا باب ضلاله، ولا فتحتوا ضلاله، يا تفين. قاموا قالوا له شنو؟ ما جاوبوا على الخيارين. ودائما يا اخواننا الزول اللي يكون الحجه ما عنده، انت بتساله السؤال بيجاوب لك حاجه ثانيه. لا لا، السؤال واضح. قال لهم انتوا اهدى من الرسول ولا انتوا فاتحين باب ضلاله؟ قاموا قالوا له والله ما اردنا الا الخير يا ابا عبد الرحمن. عشان كده الليله في ناس كتار، الواحد لما تساله من الشيء الغلط اللي بيعمله بيقول لك يا مولانا يا اخي انا نيتي طيبه. اي كويس، انا ما سالتك من نيتك، نيتك طيبه، لكن اللي بتسوي فيه ده غلط. والنية الطيبة ما بتصلح العمل الغلط. تمام؟ فقالوا له ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود قال لهم كلمة بقت مثل لليلة. قال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغه. في ناس كتار دايرين الخير لكن ما وصلوا له. كويس؟ بعد ذاك نهاهم عن هذا. المثال ده أنا دارك تطلع منه، وأنا داري ألخص كلامي وأختصره. المثال ده انا دارك تطلع منه بشنو؟ جدا ان شاء الله بجي كده، بس اخلص كلامي ونفتح باب الاسئله ان شاء الله، ما في مشكله نجاوب الاسئله. طيب دار اطلع من الكلام ده بشنو؟ انه يا اخواننا اي حاجه احنا دارنا نتقرب بها لله، دارين نتقرب بها لله كويس، نتاكد انه الشيء ده سواه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي طبعا الناس عندهم فيها حساسية شديدة، خلاص مما تتكلم لهم تقول لهم وهذه بدعة ما بتجوز، ولك يا مولانا شنو انتوا أي حاجة شبكتونا بدعة بدعة. وده يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فورد يعني شنو؟ يعني مردود ما مقبول. يعني متى ما تعمل لك حاجة عشان عملته ده النبي ما قالوا مردود عليك. ولذلك سبحان الله العلماء من الأئمة الأربعة كانوا حريصين جدا إنه أي حاجة عملوها لابد تكون موافقة للسنة، ما يكون شيء مبتدع. مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من أعظم الأئمة والعلماء، علماء الأمة. الإمام مالك في واحد بيأذن الأذان، لما نيجي أذن نقعد يعني؟ تخلوني واقف انا يا اخوانا، زول مدرس وكده فشغلتي بحب اكون واقف يعني. لا لا احسن كده. والله احسن اقعد؟ احسن كده. طيب فالرجل ده زمان الامام مالك كان بيأذن، لما نيجي يأذن اول حاجه بتنحم كده الله أكبر، كل مرة بيجي بيعملها والله أكبر. الإمام مالك عاقب أول حاجة، قال له ويحي ميحي دي، بعد شوية الناس بيظنوا إنه دي من الأذان، وبعد شوية قال له مثل الصيغة تكون دخلت في الدين زيادة، دي قال له تاني ما تعملها. بالله شوف حرص الأئمة ديل كيف. دي ناس والله مرات تلقى عندنا ناس الواحد في الأذان أول شيء بيقول لك قصيدة قبل الأذان، وانا لعبد المسكين يا اخي انت مسكين ولا مسكين، انا ما عندنا معك شغله، اذن لنا اذاننا ده بس، لكن اقطع لك قصيده
وواحد يقرا لك ايات، الايات كويسه لكن ده ما محلها. جاء واحد جنب ابن عمر صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، قام قال شنو؟ عطس. ازال بعد ما يعطس بيعمل شنو؟ بيقول الحمد لله صح؟ قام الراجل ده قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن عمر قال له كلنا يصلي على رسول الله. أول حاجة قال له إحنا كلنا بنصلي على النبي، لأنه دار يقول لك كلام بعد شيء يمكن يقول لك ما يعجبه. قال أول حاجة سبت دي معاك إنه إحنا كلنا بنصلي على النبي، لكن قال له ما هكذا علمنا رسول الله. النبي قال له ما علمنا نصلي في الحتة دي، الصلاة دي عندها وقت. ها مثلا جاي داخل المسجد تقول بسم الله، ها ها اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هنا في صلاه، ده موضع من مواضع الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. انت مثلا جيت في صلاه الجنازه كبرت التكبيره الاولى، قريت الفاتحه، كبرت التكبيره الثانيه، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه، ده محلها. بعدك كبرت الثالثه، دعيت للميت كويس، كبرت الرابعه، سكتت شويه وسلمت على يدك اليمين او سلمت تسليمتين، كله صح. ده موضع للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراجل ذاك صلى وين؟ ها قال بعد ما عطس الحمد لله، قال والصلاه والسلام على رسول الله. ابن عمر قال له ما هكذا علمنا رسول الله. هنا تقول الحمد لله بس، لانه الناس لو فتحت باب الزيادات حيبقى الدين ده كله زيادة. كل مرة أي واحد يقول لك أيوه نصلي كده ونعمل كده بعد الصلاة وبعد ده نقول كده، لا 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 يا أخي. الصحابة ديل كان بيتابعوا أي شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله كيف؟ بدقة. ابن عباس مثلا رضي الله عنه قال كنت لأعرف انقضاء صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالذكر، الذكر بعد الصلاة المعروف ده، سبحان تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، الذكر المعروف لدى الجميع. لاحظ ملاحظة ابن عباس دقيقة كيف قال، كنت بعرف نهاية الصلاة، ما هي ميكروفون الزمان، بعرف نهاية الصلاة لأنه بيرفعوا أصواتهم بالذكر. أيوه العلماء قالوا، ابن حجر من العلماء قال وفي هذا دليل على انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء جماعيا، ما كان في دعاء جماعي، يعني انتهت الصلاه خلاص اي ذل بيذكر براو سبحان الله والحمد لله كده اي ذل يذكر براو خلاص. فدي ملاحظات دقيقه علماء بلاحظوا ليها، عشان الناس يا اخوانا تتعبد زي النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما نقعد كل مره اي ذل جاب لنا شيء جديد. وواحدين كمان يجيبوا لك في النوم يقول لك حلمت في النوم، اها الدين بيشيلوا من النوم؟ يعني انا ارجاك انت تحلم؟ حلمت انت تبقي لي دين؟ يقول لك حلمت و النبي جاني في النوم واداني ذكر جديد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاك في النوم، لو انت ما بتكذب نحن بنصدقك، تقول ما كذب وانت جاني في النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام صح ولا ما صح؟ في المنام يرى ما في مشكلة، لكن أول ما تقول لي أداني حاجة جديدة بقول لك لا لا أنت كذاب، لأنه ما بديك جديد، جديد ما افتاني. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص تاني ما في جديد، جديد في الدين تاني ما في. طيب فأنا هذه المقدمة حبيت أنبه بها الناس على مسألة، وكثير من الناس قد يكون عنده حساسية معاه، لكن أنت لابد تعرف الحقيقة شنو. الأيام دي الناس عندهم احتفالات بالمولد، طيب ويقول لك الاحتفال بالمولد تعظيم ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة إحنا نقول لك زي كلام ابن عمر القبيل، كلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، واي زول ما بحب النبي ده ده ما مسلم، شو شوف لدين ثاني، تمام. فاي انسان بيفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم، واي زول بحبه
هذا من مقتضيات الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت لابد تحبه أكثر من والدك وجناك عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن يبقى السؤال: هل أنا عشان أبرهن إنه بحب الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أحتفل مع المحتفلين الليلة؟ هل لابد؟ يعني لو ما احتفلت أكون ما بحبه؟ الإجابة على السؤال ده بتربطنا طوال بالعهد الأول زمن الصحابة رضي الله عنهم. هل الناس المحتفلين دي ذاته كده يسألهم؟ قول لهم الصحابة كان بيحتفلوا كيف؟ وبتين؟ وكان في ميدان شنو؟ في ميدان مكة؟ في ميدان في المدينة؟ في الطائف؟ كان وين؟ أي زول من المحتفلين ذاته يقول لك: شوف يا مولانا، نحن عارفين النبي ما احتفل والصحابة ما احتفلوا. أيوة. طيب انت احتفالك ده خير؟ يعني حاجة كويسة؟ معقول حاجة كويسة تفوت على النبي والصحابة؟ أصلا ممكن تفوت عليهم كله كله. وانت جاتك من وين ذاته؟ شدينا ما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن طريق الصحابة، انت جاك من وين؟ انا دير اعرف ذاته. دي اسئلة ما يقدر يجاوب عنها. قول لك اي نحن عارفين وكده، لكن في النهاية دارين نعبر عن محبتنا. مظبوط، عبر عن محبتك لكن بنفس الطريقة اللي عبروا بها الصحابة. دي كان بيعبروا عن محبتهم كيف؟ اول حاجة بالاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم مرة داخل المجلس بتاعه في المسجد قال لي: واحد اجلس. في صحابي ماشي برا سمع كلمة اجلس ومن النبي صلى الله عليه وسلم قعد برا. لما جاء لي قال: قاعد برا. قال: ما لك انت قاعد؟ قال: يوم انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس جلست في محلي. هو كلام ما معه ذاته. شوف الاقتداء ده كيف، الطاعة دي كويس. دي المحبة الحقيقية. اما كونه انا الليلة جبت لي حلاوة سمسمية وحلاوة فولية وما تعرف شنو وعملت لي فتة ومشيت لميت الجماعة ورقصنا لحد الصباح وجينا، هل ده كده انا حبيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده ما عنده اي علاقة يا اخواننا، ما عنده اي علاقة مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الاقتداء به اصلا. في ناس طوال ما تقول الكلام ده يزعل، يقول لك: يا مولانا يعني انتوا بتكرهوا الرسول؟ منو قال لك بكره الرسول؟ ليه يا اخ؟ بحبه لكن ما بعمل كده. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. ودي المشكلة هنا. طيب آخر شيء أختم به، الناس بيقول لك: طيب يا مولانا إحنا عارفينه بدعة، عارفينه بدعة، لكن ده من البدعة الحسنة. يقول لك في بدعة حسنة وبدعة كعبة، ده من البدعة الحسنة. لا، ما من البدعة الحسنة، وهي أصلا ما في حاجة اسمها بدعة حسنة. ليه؟ لأنه المواضع كلها يقول لك: يا مولانا طيب عمر الخطاب ما قال عن التراويح قال نعمة البدعة، نعمة البدعة. يقول لك ده برضه يكون نعمة البدعة. لا لا لا، التراويح ما زي ده، لأن التراويح عمر الخطاب لما قال نعمة البدعة ما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل التراويح جابه هو يعني؟ قباله النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى؟ أول زول صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أول زول صلاها، صلى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. لما اليوم الرابع الناس اجتمعوا وراجنوا ما طلع لهم، سألوه: يا رسول الله ليه يعني انت ما طلعت؟ قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. لأنه لو فرضت، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على الأمة والتخفيف، لو فرضت علينا الناس إحنا بنقدر عليها فريضة، والصلوات الخمسة دي إحنا لو قدرنا عليها الحمد لله، تراويح ما بتقدر عليها. شكينا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زمن وزمن تشريع ممكن تفرض علينا، فما صلى تركها.
انتهى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى عهد ابو بكر الصديق، عهد عمر في نصه. عمر الخطاب لقى الناس بيصلوا، اي واحد براه، واحد يصلي معه واحد، واحد براه، واحد معه مجموعه. فراى عمر الخطاب انه يجمعهم ثاني زي المره الاولى ديك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاول. فلما جمعهم على امام واحد نظر لهم بيصلوا، قال نعمه البدعه. هذه ما بدعه، هذه سنه اصلا سواها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء قالوا لو تقدر تطبق نفس الكلام ده تطبقه بس بشرط. لو قدرت اقول مثلا على المولد نعمه البدعه بس بشرط اثبت لنا انه النبي صلى الله عليه وسلم عمله، ها، او الصحابه عملوه، بعد ذاك ثاني يقول نعمه البدعه. لكن ما دام ما اثبتت انه عمله ما بتقدر تقول نعمه البدعه، لانه بقى بيختلف وضعه عن وضع التراويح. دي جملة الكلام اللي أنا عندي، إن شاء الله لو في أسئلة ما في مانع نسمع عليها ونجاوب حسب ما نعلم. نعم الشيخ. أيوة أيوة، طيب سؤال جميل. قال أنا قبل تكلمت عن الأرقام إنه أنا ما أرقم براي العبادات، يعني الذكر وكذا، وفي هنا مرقمة. فالأرقام دي هي اللي جات في الحديث ذاته 33، دي الواردة في الحديث. عشان كده أنا أي شيء رقم ورد في الحديث أنا بعمل. مثلا عندي 33 بعد كل صلاة، 33 سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أي واحدة 33، هذا من السنة. لأنه جو الصحابة الفقراء اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده أصلا سبب الحديث ذاته. الفقراء اشتكوا له، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني شنو؟ سال قروش، شالوا الأجور كلها، لأنهم بتاع القروش، أنت المفلس ما عندك حاجة، بتاع القروش بيبني له جامع. شوف الناس اللي بيصلوا دول كلهم الأجر عنده، شوف ده أجره قدره كيف، أجره كثير. زول يشتري له مصاحف ده أجره كثير جدا، لأنه أي زول بيقرأ عنده أجر. زول بيبني له سبيل، زول بيعمل له مستشفى، اجرهم كثير. قالوا ذهب، شالوا الاجر كله. يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي. الصلاه دي ما مجاني، ما بقروش، ما بتدفع قروش عشان تصلي، هم بيصلوا معانا كويس، ويجوا عندهم قروش يصدقوا بها، يعني في الحد الواجب ده معانا، وبيمشوا بزيدوا علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الا ادلكم على شيء إذا فعلتموه لحقتم به من سبقكم، بلحقكم ناس القروش دي كويس. قال ولم يلحقكم إلا من عمل مثل ما عملتم. أصلا بيلحقكم إلا العمل زيكم. قالوا ماذا؟ قال لهم تسبحون 33 دبر كل صلاة، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتقولون تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب الفقراء بيقوا بيعملوا بيع كويس. قام الأغنياء سمعوا بالكلام ده، بيقوا بيعملوا زيهم برضو، وبهناك سابقينهم بشنو؟ بشغل القروش. جو راجعين ثاني الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله سمع أخواننا أهل الدثور بما نصنع فصنعوا كما نصنع، بيقوا بيسووا زينا كمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى يعمل لكم شنو؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. نعم. ايوه. اللي هي مسألة التعزية. أولا يا أخوان التعزية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى أخاه في مصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ونحن لا كثير مننا بيعمل العزادة ذاته نظام اجتماعي أكثر من كونه عبادة. يعني احنا يقول لك فلان اديته الفاتحة، ما اديته الفاتحة، يقول لك يا زول يا أخي والله يلومك، والله مثلا دي ما بخليك سافر امشي له يا أخي، فلان ده أبوه مات وكده، كأنه بلومونا فيها. يعني احنا مسألة مش كأنها عبادة، مش من باب عبادة، بياخذوها من باب انه شغل اجتماعي يعني. لا لا، انت تاخذها الاصل انها عباده. ربنا بيكسيك من حلل الكرامه يوم القيامه.
ومن عز العلماء قالوا التعزية التصبير، والتعزية فيها جانبين، أنا لازم تفهم القضية كلها، فيها جانبين. الجانب الأول دعاء للميت تدعو له، الجانب الثاني تصبير للحي. الحي ده ما دار تصبره أنت، بتقول له كلام طيب تصبره به، ودعاء للميت. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أما عندنا إحنا في السودان هنا عندنا زيادات بنضيفها من عندنا. أول حاجة بنيجي نرفع يدينا الفاتحة، رفعت اليدين دي ما وردت في السنة، دي واحد. اثنين بنقرأ، في ناس بيقروا في ناس ما بيقروا. واحد قال لي بيعدوا لحد سبعة، الواحد واحد اثنين ثلاثة أربعة سبعة، كويس. في ناس بيقروا يا إخواننا، ده ما موضع قراية، الموضع ده هنا ما موضع قراءة غرهن. انت دار تعمل حاج حاجتين، الأولى دار تدعو لسنو لزور المات، والثانية دار تصبر الحي ده، تقول يا فلان يا أخي والله كل من عليها فان، والدنيا أصلا وهو حالة كده، وكلنا ماشيين وما في زول بيخلد في الدنيا دي. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأي مسمى فلتصبر ولتحتسب. صبر الزول ده، قل له كلام طيب صبره به. واثنين أدعو للميت، ده المطلوب كده. لكن رفع الأيدي يا أخواننا ما عنده أي مشروعية في السنة. اثنين مسألة أنه أقرأ قرآن، القرآن ده ما موضعه. قراءة القرآن نعم كويسة هاي، لكن ده ما موضعه هنا. مرة واحدة من أهلنا ديل تحكي قالت أظن جاء واحدة رفعت يديها وأهل الميت بهناك رافعين يديهم، المرض واقفة مسافة ديك لما فتروا ذاته قدروا ما دارينها. طبعا لا تنزل يديك انت حتى لك ينزلوا، ووزن شغالة كده. واحدة قاعدة قالت له انت أظنها قرأت ياسين كاملة. يا إخوانا ده ما موضع، يعني هسه تقرأ الفاتحة ليه؟ ليه الفاتحة بالذات؟ ما أقرأ أقول هو الله أحد، كويس؟ واحد قال زهجان من الناس الميتين قال قرأ له الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فيشوف يعني يدخل في أشياء ما كلها جابوها الناس من عندهم ساي، كويس؟ جابوا الناس من عندهم. عز التعزية المشروع أنت ولا على السنة؟ نعم. والله السائل بيسأل إنه هل المسألة دي في السودان عندنا بس ولا برا السودان فيه؟ وطبعا الأشياء دي بتختلف يعني. أنا غايته ما عرفتها إلا في السودان هنا. ما أظن برا السودان الناس بيعملوها، لكن بيعملوا حاجات تانية. نحن الآن عندنا بالمناسبة من الأشياء الموافقة للسنة أشياء كثيرة جدا، قد لا تكاد تجدها في أكثر البلدان، خاصة في مسألة الجنازة. أول حاجة عندنا إسراع بالجنازة، صح ولا ما صح؟ أزول الميت لو مات بالليل بدفنوه بالليل، ولا هو بدفنوه بالليل بدفنوه. أدي من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة، لأنه الميت الجنازة ده أول ما رفعوها قال فإما أن يكون خيرا تقدموها إليه. أنتم ودينا افتحوا لها باب من أبواب الجنة وتطعم من الجنة وشوف مقعده من الجنة. قال إما خيرا تقدموها إليه وإما شرا تضعوها عن رقابكم. إما يكون ذو الشر أنتم تتخلصوا منه بسرعة، تمام؟ فالإسراع بالجنازة أول حاجة عندنا، ده موافق للسنة. طريقة التكفين موافقة للسنة، طريقة الصلاة على الجنازة موافقة للسنة. طيب طريقة اللحد، إحنا بندفن في لحد وده هو السنة. اللحد لأنه مائل جانب، في ناس بيدفنوا ما في لحد، بيدفنوا في الشق، الشق ده في النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللحد، نحن كمسلمين عندنا اللحد، والشق لغيرنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشوف دي كلها من الأشياء الموافقة للسنة. نحن عندنا حاجتين بس، شفتها في موضوع اللي هنا ده خالفنا فيه بس حاجتين، كل الباقي سنة. واحدة موضوع الفاتحة، اثنين موضوع التكاليف اللي بنفرضها على أهل الميت تاني فوق دي. يعني أول ما انتهينا من الدفن بدل نحن نقدم لأهل الميت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر، نحن
اصنعوا لآل جعفر طعاما. خلي بالك بنصنع نحن ما بيصنعوهم، نحن هسه عندنا قلبنا الحكايه صح، بيقوا آل جعفر هم اللي بيسووا الاكل. دي واحده. اثنين، الاكل ده ما لنا نحن اللي بنجي من برا، انا اشيل عمودي وده شايل، لا لا انت بتسوي لي اهل الميت بس. يعني الجار القريب ده جاب لهم الفطور، ده جاب لهم الغداء، زي ما السيدة عائشة كانت بتصنع حاجة اسمها التلبينة. التلبينة دي شنو؟ زي النشاء عندنا هنا، النشاء. كويس؟ لأنه الزول اللي عنده مصيبة ما يقدر يقعد، تجيب له بطاطس باللحمة وتجيب له، ما بيقدر ياكل لك أكل زي ده. لأنه زول محروق بمصيبة. لكن ممكن يشرب. فدي أنت بتعملها لهم في اللحظات الأولى من الوفاة وشدة المصيبة، تجيبها لهم يشربوا منها شوية يتقووا. لحد ما قدروا يمشوا يجيبوا خدارهم من الجزارة ولا من السوق ويعملوا خدارهم براهم، خلاص كده انتهى الموضوع. لكن احنا الآن بنتجمع اجتماع والناس بتلموا كلهم والبعيد بيجي. كويس؟ مش اجتماع تعزية يعني، مش اي زول بيجي بعزي وبيمشي. لو اي زول بيعزي وبيمشي ما في مشكلة، بس ده زول جه عزى فلان والله يا احسن الله عزاكم البركة فيكم كده غيره من الكلام الطيب وراح مشى. ده عزى ده عزى ومشوا. الجيران القريبين بس، ده سووا الغداء، ده سووا الفطور، ده سووا شاي الصباح، ده الجار جا قاعد يتونس معاهم شويه كده، برد له المصيبه انتهى الموضوع. لكن احنا تكاليف، يقول لك فلان مات والان الدفتر 16 مليون، يا ناس في شنو؟ 16 مليون في شنو؟ زي ما بيقولوا حالنا ميتة وخرب ديار، يموت ابونا مديونين. دي بس الاثنين ديل. نحن لو ظبطناهم تمام، اصله في مساله الجنايز دي شغلنا ده كله على السنة. كل طريقة الدفن، القبر ذاته مسنم. سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، زي شغلنا ده مسنم كده، يعني زي ظهر الحمار والحصان كده مسنم نفس الشكل. طريقة الدفن كلها في الغالب ما عندنا شنو الأشياء دي، الناس بتدفنهم عادي. إلا في واحد تاني عندهم خرافات، يقول لك مات رجل عظيم وهذا الرجل الصالح وابنوا عليه بنيان، ده ما من السنة. لكن احنا مسلمين ده قاعد ندفنهم ساي كده. أما ده سووا بنيان وسووا له وقبة فيها أنوار، ليه؟ هو شايفها أنت قايله؟ يقول لك عامل لها إضاءة من برا ويجي يقشوها، والله لو قشيتها ولا خليتها؟ وجوه ده ما جاب لها خبر. أصله ما عنده أي علاقة بها. ولا بيعرف عنها حاجه ذاته. فده كله من الاشياء الغلط يعني الخرافات. ها؟ اخر سؤال؟ طيب في زول ما سالنا ادي فرصه؟ نعم. ها؟ طيب قال انا لو دار احتفل في بيتي براي، نحن قلنا يا اخواننا الاحتفال ما مشروع حتى لو في البيت. حتى لو في البيت ما مشروع. انما انت بس طبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به وعلموا لابنائك، علموا السنه مش في ايام المولد دي ال 12 يوم، لا لا في طيله حياتك علموا، خليه يقتدوا به يحبوه يعظموه يعرفوه وهكذا. نكتفي يا اخواننا بهذا القدر، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.